النجمة الجميلة أنوشكا اللي منورة النهاردة، واللي يعني أنا سعيدة بوجودك جدا جدا يا أنوشكا. طبعا كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي، ويا رب نبدأ السنة كده بالخير. أنا بحب قوي أختم بالخير وأبدأ بالخير، وأعمال الخير دي بدأت أول امبارح بالمطر. فاعتبري أنه الدنيا مطرت. جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول الملائكة بينظفوا السماء علشان ويرموا لنا شوية خير. الخير قادم، دي البوادر. ولما نبدأ بدار وحلم بيتحقق من أجيال، يعني لسه رانيا فريد شوقي بتقول إن ده كان حلم والدها أشرف عبد الغفور، سميحة أيوب حطوا البذرة، هشام سليم ساهم، أشرف زكي كمل. أنتوا كفنانين بتقودوا الموضوع، كلميني عن الصرح النهاردة وانت بتشوفيه. أنا اتفاجئت بصراحة يا بوسي، اتفاجئت إن أنا ما كنتش عارفة إن المشروع ده اتعمل وكان فيه مجهود جبار بهدوء شديد من غير بهرجة بصمت لحد ما جينا شفنا ده. أنا بقى بقولك إن أنا طماعة، قد انبساطي دايما بعتبر إنه دي خطوة، اعتبرها خطوة بداية، بعتبرها خطوة اطمئنان، بعتبرها خطوة للفنانين، خطوة يحسوا ان هم في امان. عارفة اكيد عارفة ان الواحد لما بيكبر في السن، مش بس الفنان، اي بني أي ادم إنسان. اي انسان لما بيكبر في السن بيحس ان هو ايه ده راحت عليا. لا، الدار هنا زي مادتها تاخد. مش بس كده، احنا بنتبارك بيكم. دي الجمله اللي انا عايزه اقولها، انه الدار يعني مكان تيجوا تحسوا فيه بالامان. ما انتوش لوحديكم، واحنا معاكم وانتوا معانا. يعني ما اعرفش، انا متفائله، كلنا متفائلين. همستي في اذن اشرف زكي، وماذا بعد؟ مكان أكبر. مش مكان أكبر، يعني طبعاً 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 نشكر كل واحد ساهم، وطبعاً الشرق أو حكم الشرق أو طبعاً وكل طبعاً الفنانين والمصريين وكل اللي ساهم في المكان، وكل الاحترام لحكم الشرق. هو حط البذرة، إحنا المفروض نكمل. هو واضح إنه هو يعني عاشق لمصر والفن المصري. وعملها على فكرة تعلم في مصر، يعني زي ما تقولي أهدانا أول خطوة. علينا إحنا بقى دلوقتي إن إحنا نكمل. كنت بهمس في ودن أشرف إنه أنا طمع، زي ما قلتلك أنا عايزة المكان يكبر ويبقى فيه جنينة، خضار ومكان أكبر، كل واحد يحس إنه في بيته. أكيد أكيد، وأنا طماعة إن ربنا يا رب ما نشوف فنانين يحتاجوا للمكان ده. إيه رأيك بقى؟ أنا بعتبر إن المكان يعني هو ده المكان ده الأمان، لكن أنا طماعة إن الفنانين بتوعنا العظماء واللي عملوا رسالة كبيرة ما يجيش يوم يحتاجوا للمكان ده. ما هو في إيه رأيك بقى؟ أنا فاهمة اللي أنت عايزة تقولي يا بوسي، بس في الآخر خالص إحنا بنكبر. أنا أكيد شخصياً أكيد. أنا شخصياً من ساعة ما دخلت أقول أنهي أوضة أنهي أوضة فيهم، وبعدين بقول إيه، طب أنا هلعب طاولة مع مين؟ أيوه عارفة إزاي؟ لأنه ده مكان الزمايل مع بعض بالظبط، مش عشان خوف، علشان مش علشان مكسوري، علشان الونس. الونس والمحبه، ونقعد وناخد ارائهم، ياخدوا ارائنا. يعني ما اعرفش، مش عايزه اقول نادي لان في نادي النقابه، أنا انما ده الامان بيت. الامان بيت امان أكتر. الفنان اكيد. انا بشكرك جدا وسعيده بوجودك، كل سنه وانت طيبه. حلمك اكبر، نيجي يوم نحضر الافتتاح المكان الاكبر ان يا شاء رب. الله يا رب. ودايما انتوا سند للنقابه وسند للفن وسند لكل الاجيال. بشكرك جدا. اشكرك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيبه.